بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، في هذا الملتقى نلتقي على خير وبركة للإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا، وسيكون هذا اللقاء قصيرا يسيرا نستعرض فيه بعض المسائل التي طلبتموها. كم كنت أحب أن تكون الأسئلة متعلقة بالموضوع الذي نتكلم فيه ونناقشه، وهو موضوع التربية والمشاكل الأسرية، ولكن لا بأس أن نتعرض لما وصل إلينا من بعض أسئلتكم واستفساراتكم. سؤال: ما هي الأعمال التي يحبط بها العمل؟ هبوط العمل أي ذهاب أجره كاملا، فالناس تعمل الأعمال لما يترتب عليها من آثار، وأعظم هذه الآثار حصول الحسنات ودخول الجنات. فإذا عمل الإنسان عملا لا يؤجر عليه لا بالحسنات ولا بدخول الجنان ولا برضوان الرحمن، فهذا عمل محبط، وهذا لا يكون إلا عند الشرك. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرك هنا هو الشرك الأكبر مطلقا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن الشرك يحبط به العمل قولا واحدا، ثم يأتي بعد ذلك الرياء، والرياء الكلام فيه تفصيل. الرياء من الرؤية، الرياء من الرؤية، فالمرائي يحب أن يرى الناس صنيعه ليشكروه ويذكروه ويثنوا عليه، هذا هو المرائي. فإذا صلى وشعر بأن الناس يبصرونه فإنه يجود صلاته ويحسنها ويطيل في أركانها، وهذا ليقال بأنه خاشع أو مصل أو شيء من ذلك. فهذا الصنيع هو الرياء، هذا الصنيع هو الرياء. ويدخل في الرياء التسميع، يدخل في الرياء التسميع. التسميع هو أن يأتي الإنسان بالعمل ليسمع الناس عنه أيضا فيشكرونه ويثنون عليه، مثل أن يتظاهر بأنه كليل وضعيف ولا يستطيع القيام، فيقول له الجلساء: ما الذي أصابك ودهاك؟ أكنت مريضا أو أنت مصاب؟ فيقول: لا، الذي حدث أني طوال الليل لم أنم. هم لم يروه وإنما يخبر عن حاله فيسمعون كلامه، فيقولون له: لماذا لم تنم؟ هل كنت مريضا؟ هل كنت لديغا؟ هل أصابتك حاجة؟ فيقول: لا، إنما أقمت الليل لله عز وجل. فهذا الصنيع كان بينه وبين الله ولم يره أحد، ولكنه أخبر عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إذن التسميع كالرياء. ويوم القيامة يقال للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون، هل تجدون عندهم من أجر؟ فيذهبون فلا يجدون شيئا. إذن الرياء
ويدخل فيه التسميع يحبط به العمل، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. إذا كان العمل الذي دخله الرياء هيئة واحدة ينبني آخرها على أولها، ينبني آخرها على أولها، ولا يمكن أن تكون فيها التجزئة، فالرياء إذا أصاب أي جزء منها ذهب ثواب هذا العمل. من ثاني، إذا كان هذا العمل هيئة واحدة لا تقبل القسمة ولا التجزئة، فأصاب الرياء أي جزء من هذه الأجزاء فإن هذا العمل لا يترتب عليه أثره، لا أجر فيه. مثل الصلاة، الصلاة ينبني آخرها على أولها، ولا يمكن للإنسان أن يجعلها أقساما، فإذا أصاب الرياء الإنسان وهو في السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة فإن أجر الصلاة يكون محبطا. أما إذا كان العمل يقبل القسمة والتجزئة فإن الجزء الذي أصابه الرياء هو الذي يحبط فيه العمل، وما سواه لا يكون كذلك. مثل القرآن الكريم، فالقرآن الكريم أجزاء، والأجزاء أحزاب، والأحزاب أرباع، والأرباع آيات. فلو أن إنسانا أصابه الرياء في آية فإن هذه الآية لا يترتب عليها الأجر لما أصابه فيها من الرياء، أما بقية القراءة فلا شيء فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن ما هي الأعمال التي يحبط بها العمل؟ الشرك الأكبر مطلقا، أما الرياء ففيه هذا التفصيل الذي ذكرت، والتسميع داخل في الرياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت في منامي الشيخ فلان ويمشي مع أحد الإخوة، وكان الشيخ يمشي بصعوبة بالغة، فطلب مني الشيخ وهذا الأخ أن أكمل مع الشيخ حتى أوصله إلى المسجد، وظل الشيخ يسير معي في الطريق وهو متحامل علي وأسانده حتى وصلنا، فدخل إلى دورة المياه فمكث بها كثيرا فاستيقظت وأنا حزين على حال الشيخ. هو أفضل ما في هذه الرؤية أنه مع صعوبة مشيه وإجهاده الشديد إلا أنه متعلق بالمسجد ولم يجعل لنفسه رخصة أن يصلي في بيته أو أن يصلي في مكان قريب، وإنما أراد أن يصلي في المسجد متحاملا على نفسه، فهذا أمر جيد. ودخول الخلاء للمكث فيه هذا طلب للراحة، هذا طلب للراحة وإذهاب للخبث. ولهذا بعد قضاء الحاجة يقول الإنسان الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فدخول الخلاء دلالة على إذهاب الخبث، فهذا خير ولا داعي لأن تحزن، ولكن هذه رؤية طيبة لهذا الشيخ، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: كيف التضرع إلى الله عز وجل؟ لام ربنا عز وجل على بعض الأقوام أنهم ما استكانوا لربهم وما تضرعوا إليه. والاستكانة والتضرع لا يكون إلا باستشعار العبودية، باستشعار العبودية، واستشعار العبودية لا يكون إلا برؤيتين لا ثالث لهما. الإنسان حتى يستشعر أنه عبد لله لابد أن يتقلب بين رؤيتين، بين رؤية جلال ربه وعظيم سلطانه وسعة فضله ومجده وملكه وقوته ولطفه ورحمته
وسلطانه وخيره وبركته، وبين رؤية نفسه وما هو عليه من فقر وحاجة ومرض وضعف وانكسار وغير ذلك. فهاتين الرؤيتين يترتب عليهما ويتولد منهما مقام العبودية. فالإنسان إذا استشعر أنه عبد لله عز وجل انكسر لربه وافتقر إليه والتجأ إليه وعظم توكله عليه، وهنا يحسن أن يجتهد في دعاء ربه وأن يديم القصد إليه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى هذا الخير إن شاء الله. في فتنة عبد الله بن الزبير وابن مروان، عبد الملك بن مروان، أن عبد الله بن عمر تنحى عن الفتنة رضي الله تعالى عنه لأجل دماء المسلمين. هل هذا قياس على جميع الفتن؟ سمعت أحد المشايخ قال: من ترخص برخصة كل عالم أتى بالشر كله. ورأيته، أي هذا الشيخ، ترخص مع أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول أحكم بشرع الله إلى آخره. انظر أخي الحبيب، لن أقول إلا جملة واحدة: اعرف الحق تعرف أهله، وإياك أن تزن الحق بالرجال، ولكن زن الرجال بالحق. فإذا استبصرت هذه الجملة سعدت بها وتبين لك كثير من الأمور التي ينبغي أن تميط اللثام عنها. بالنسبة للشقق التي تعرض، إذا كانت هذه الشقق يملكها البنك ملكا صحيحا ثم يبيعها للناس بالتقسيط مع الزيادة، فهذا لا بأس، لأن هذا بيع لا بأس به، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا كانت الصورة غير ذلك فهذه المسألة تحتاج إلى دراسة والعلم عند الله. كيفية صلاة الاستخارة، وما الدعاء الذي يقال ومتى يقال؟ صلاة الاستخارة تقال عند الحاجة إلى الإقدام على فعل أو أخذ قرار في أمر ما، كأن تسافر أو تتزوج أو تدخل كلية ما أو ما إلى ذلك. لأن الاستخارة أنك تريد أن تبصر الخير في هذه المسألة التي أنت تجهلها. نحن في هذه الأيام طلبة الثانوية يملؤون الاستمارات مثلا ولا يعلمون أين الخير، فهنا يشرع لهم أن يصلوا صلاة الاستخارة. شاب يريد أن يتزوج، وهذه الفتاة التي يتقدم إليها لا يعرف عنها شيئا، فهي من جملة الغيب، فيستخير ربه عز وجل في ذلك الأمر. رجل يريد أن يشارك آخر في شراكة وهو لا يعرف عنه شيئا، وحتى لو كان يعرف عنه الأشياء الكثيرة إلا أن عالم المال والتجارة تظهر فيه من أخلاق الناس ما لا يظهر في غير هذا العالم، فماذا يصنع؟ عليه أن يستخير الله عز وجل. وهذه الاستخارة أن يصلي ركعتين دون الفريضة، أن يصلي ركعتين دون الفريضة، يعني يصلي أي ركعتين، أو يجعل هناك سنة يجعل هذه السنة هي صلاة الاستخارة، سنة الفجر أو سنة الظهر أو المغرب أو العشاء، ويقول في نهاية هاتين الركعتين، أي بعد التسليم مش قبل التسليم، أي بعد التسليم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن ذلك الأمر، ثم يسمي ذلك الأمر،
زواجي من فلانة، أو سفر إلى المكان الفلاني، أو شراكتي مع فلان، أو دخول كلية فلان، أو ذهابي إلى المكان الفلاني، إن كنت تعلم أن فعلي لذلك الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فيسر لي ذلك الأمر واقدره لي. وإن كنت تعلم أن ذلك الأمر، ويسميه أيضا شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. نسأل الله تعالى أن يقدر لنا الخير حيثما كان ثم يرضينا به. هل يوجد شيء اسمه مس أرضي أم هذا من أمور الدجل؟ لا، هذا أمر صحيح. المس الأرضي إن الإنسان لأمر أراده الله عز وجل يصيبه الشيطان بضر أو بكرب، وهذا بقدر الله عز وجل. سيدنا أيوب ذكر رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وذكر ربنا عز وجل فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإصابة الإنسي بمس من الجن فيسرع فلا يكاد يبين ويذهب عنه شيء من عقله وصحته، هذا أمر موجود وعلاجه بالقرآن. وهذا الأمر من جملة قدر الله عز وجل، لأنه لا يحدث شيء في ملك الله ولا في سلطانه إلا بأمر الله. البرامج المنتشرة هذه الأيام والتي يقومون فيها بتغيير صورتهم إلى كيف سيصبحون في الكبر من العمر، هذا لا يجوز، لأن هذا نوع من التألي على الله عز وجل. الناس مش عارف يقول لك احنا بعد 20 سنة هيبقى شكلنا عامل ازاي. اولا، من ادراك انك ستعيش الى 20 سنة؟ ربما تموت هذا العام، فهذا تألي على الله. نمرة 2، من ادراك انك ستكون على هذه الصورة؟ فربما تكون اقبح من هذه الصورة او احسن من هذه الصورة، فهذا تألي على الله، اي كلام على الله عز وجل بغير علم. هل يجوز قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مثلا 200 مرة مع أذكار الصباح والمساء؟ طالما أنه لم يرد تحديد للعدد فلا يجوز تحديد العدد، والله تعالى أعلى وأعلم. وتحديد العدد أخشى أن يكون من باب البدع الإضافية، والله تعالى أعلى وأعلم. هل الله يمكن أن يسامح على فاحشة لكن لم تصل لحد زنا ولله الحمد؟ وهل يستمر عقابها في الدنيا والآخرة حتى بعد التوبة؟ وكيف يسامح الله ويغفر؟ أرجو الرد الواضح، وماذا أفعل لمحو أثري ذلك في الدنيا والآخرة؟ بداية، طالما أنك لم تقع في الزنا فهذه الأشياء ليست من الكبائر العظام، لأن الكبيرة هي كل معصية ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. فطالما أنك لم تقع في الفاحشة فلم تقع في كبيرة. والرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد زنيت فطهرني، فقال لعلك قبلت لعلك فاخذت، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم له أنا كحتها بحذف الحاء. إذن ما قبل هذا الإنكاح كان الأمر فيه سعة، لكن إذا وقع الزنا كانت هذه كبيرة، والكبيرة تحتاج إلى كلام آخر. فما ذكرت هذا يحتاج إلى توبة واستغفار وأعمال صالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وقال ربنا عز وجل في شأن الذين أحسنوا الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم قال إن ربك واسع المغفرة.
وقال ربنا عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا ولكن ما عدا ذنب الشرك، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فكل الذنوب حتى هذه الكبائر يغفرها الله عز وجل بالتوبة ما لم يكن الإنسان مصرا عليها. فعليك أن تسارع بالتوبة وأن تجتهد في الاستمساك بها، لعل الله تعالى أن يتوب عليك وأن يبدل هذه السيئة حسنة. وقد ذكر ربنا عز وجل في شأن بعض الناس فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا ثلاث حاجات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فعليك بالتوبة والعمل الصالح والاستغفار والندم على ما حصل، لعل الله تبارك وتعالى أن يبدل هذه السيئات. العشر من ذي الحجة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عنها في المجلس القادم بنوع من التفصيل، ولكن ليس المقصود بالعشر أنهم عشر أيام، ومن عادة العرب أنهم يطلقون الكل ويقصدون الجزء، سواء كان هذا الجزء جزءا صغيرا أو كبيرا، والكلام بالتفصيل يكون في المجلس القادم إن شاء الله. كيف أستطيع الإقلاع عن التدخين نهائيا؟ أنت تعلم أن التدخين حرام. يعني أحد الشباب قابلته منذ أيام وكان يدخن، وقال إن التدخين ليس حراما وإنما هو مكروه. فقلت ما معنى المكروه؟ فقال مكروه أي ليس بحرام. قلت إذا كان المكروه أي ما ليس بحرام فهل للناس أن يدخنون؟ فقال لا، ليس لهم أن يدخنوا. فلماذا أن تدخن؟ قال إني ضعيف ولكن لا أستطيع أن أترك التدخين. حوار طويل. ولهؤلاء أقول حتى لو قلنا بكراهة التدخين فالمقصود بالكراهة هنا هي الكراهة التحريمية. إن ربنا عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه السجائر أو المعسل أو ما إلى ذلك إما أن تكون طيبة وإما أن تكون خبيث، ليس هناك قول ثالث. فإذا كانت طيبة إذن هي حلال، وإذا كانت خبيثة فهي حرام، وهم يقولون قولا واحدا أنها ليست طيبة إذن لم يبقى إلا أنها خبيثة. قول النبي صلى الله عليه وسلم وكرها لكم ثلاثا ومنها إضاعة المال. فإضاعة المال كراهة بنص الحديث، وهناك لفظ وحرم، فدل ذلك على أن الكراهة الموجودة في الحديث هي كراهة التحريم. فإذا كان تضييع المال إسرافا وحراما فليس هذا من باب تضييع المال، وإنه من باب إفساد البدن وتضييع الأعمار بالمال، فنسأل الله تعالى العافية. معلوم أن من أعظم أسباب إصابة الإنسان بالأورام السرطان سواء في الدم أو في الجهاز الهضمي أو في الجهاز التنفسي التدخين. إذن التدخين بلاء عظيم، وأجمع الخبراء أن التدخين هو مقدمة الإدمان. يعني كل الذين يدمنون المخدرات إنما بدأوا بشرب السجائر والدخان. إذن الدخان أو السجائر أصل لكل شر ومدعاة إلى كل منكر ورذيلة، والعياذ بالله.
حكم من عرف أنه متزوج من أخته من الرضاع وأنه أنجب منها. إذا عرف أنه قد تزوج من أخته من الرضاعة فيفرق بينهما وينسب الأولاد إليه. يفرق بينهما، ما فيش حاجة يعني، يفرق بينهما وتأخذ حقها كاملة وينسب الأولاد إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. التي تهجر أو الذي يهجر لابد أن يعلم لماذا تم ذلك الهجر، فإن كان ذلك الهجر عن مقتضى صحيح وعن سبب مشروع فعليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب إليه لعل الله تعالى أن يوصل ما بينهما. هذا الأخذ بالأسباب شرط قبول الدعاء. الأخذ بالأسباب دعا الشرع إليه، وعدم الأخذ بالأسباب إنما هو حط من الشريعة، حط من الشريعة. وبالتالي من أراد أن يجاب دعاؤه فليأخذ بالسبب، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. حلول مساعدة الطلاب بالماجستير والدكتوراه بالمقابل. لا يجوز أن يساعد طلاب الماجستير والدكتوراه في إنجاز أطروحاتهم العلمية في مقابل مال مدفوع، وهذا من باب المال الحرام الذي يأكله الناس بدون وجه حق. توضأ الحاسد بماء المحسود لعله يكون سببا إن شاء الله عز وجل برفع ما به من حسد، كما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره في شأن الصحابي الذي نزل بئرا فنظر إليه أحد الصحابة فقال: والله ما رأيت جلد مخبوءة أجمل من جلد ذلك الرجل، فما خرج الرجل إلا ونفسه تقعقع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر أحد إلى أخيه بما يكره، ثم أمره أن يتوضأ وأن يصب ذلك الوضوء على هذا المحسود. هل نحاسب على الوساوس التي تجول في خاطرنا إلى آخره؟ إذا كانت الوساوس تتعلق بالله عز وجل فهذا من الشيطان، ولعل سبب ذلك محض الإيمان، فنقول لا إله إلا الله ونرجع ولا نسترسل في هذه الوساوس. أما إذا كانت هذه الوساوس في أمور الطهارة والعبادات فينبغي ألا نلتفت إليها، وهذا هو العلاج الصحيح لهذه الوساوس. من أرادت أن تلبس النقاب وهي مترددة لابد أن تقرأ الأول في مسألة النقاب حتى تلبس النقاب وهي مقتنعة به. ومسألة النقاب فيها نزاع بين أهل العلم، وفي كل الأحوال لابد أن تفعل الشيء وهي مقتنعة به اقتناعا تاما حسنا صحيحا، والنقاب أحب وأفضل وأحسن، والعلم عند الله. ابني توفي في حادث، أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يفسح له في قبره وأن يبدلكم خيرا منه وأن يبدله خيرا من أهله وأن يجعله شافعا لكم بإذن الله تعالى يوم القيامة. هل السلام على الزوجة ينقض الوضوء؟ السلام على الزوجة لا ينقض الوضوء، السلام على الزوجة لا ينقض الوضوء، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. أيها الأحباب الكرام، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وكم كنت أود كما قلت أن تكون الأسئلة متعلقة بالتربية وبالمشاكل الأسرية
ولكن لا ضير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير. أيها الأحبة الكرام، في النهاية أشكركم على حسن استماعكم وتمام إنصاتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العافية والبركة في نعمه وخيره وآلائه. وقبل أن أختم هذا المجلس أذكر إخواننا بأن مؤسسة الإصلاح الخيرية، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، قد جهزت القافلة رقم 80، القافلة رقم 80، وهذه القافلة ستوجه من أول شهر ذي الحجة إن شاء الله على ثلاث مراحل إن شاء الله. ستوجه إلى المحتاجين في بعض محافظات الصعيد وبعض محافظات الدلتا، في الدقهلية وفي كفر الشيخ والصعيد، في الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط حتى أسوان. وهذه القافلة عبارة عن كراتين غذائية، 8000 كرتونة غذائية، قيمة الكرتونة 100 جنيه، وهناك 100 سقف لبيوت الفقراء والمحتاجين، وتكلفة السقف 7000 جنيه، و80 دورة مياه، لأن في هناك ناس رأيناهم بأعيننا يقضون حاجتهم في الأرض، ليس عندهم دورات مياه. دورات مياه سيتم تجهيز 80 دورة مياه، دورة المياه تكلف 5000 جنيه. وعندنا 215 سرير رأينا بأعيننا أن ناسا ينامون على الأرض، على الأرض سبحان الله، وأحيانا ينزل عليهم الشتاء فينامون في الطين والوحل. هؤلاء الناس سنجهز لهم 215 سرير. كلفة السرير بمشتملات السرير المرتبة والفرش 1000 جنيه. وهناك 30 عروسة، سيتم تجهيز 30 عروسة. العروسة هنجهزها ب8000 جنيه. احنا بعض الناس ممكن يجهز بنته ب100,000 جنيه، لا احنا هنجهز العروسة ب8000 جنيه، تجهيز بسيط، دول ناس محتاجين والقليل معهم بيكون طيب ان شاء الله. وهيكون في هناك توصيل مياه ل45 منزل، 45 منزل. لكم ان تتصوروا ان ناسا يحملون الماء من الترعة الى البيت، سبحان الله. فاحنا اجتهدنا في ايجاد يعني خط توصيل لبعض القرى، ثم بعد ذلك من خط التوصيل ده هندخل وصلات الى بعض المنازل. عندنا 45 منزل سيستفيدوا من خدمة توصيل المياه. كلفة توصيل المياه الى المنزل الواحد 3500 جنيه. الشباك والباب دي مسألة مهمة جدا، لا سيما في الشتاء. فعندنا 80 شباك، تكلفة الشباك 400 جنيه، و120 باب، كلفة الباب 700 جنيه، وعندنا 100 بوتاجاز، كلفة البوتاجاز 1600 جنيه، وغسالات 100 غسالة، كلفة الغسالة 1590 جنيه. كل هذا الخير يا إخواني سيتوجه إلى المحتاجين من الفقراء والمساكين والأرامل. نسأل الله تعالى أن يحملهم وأن يسرهم وأن يأخذ بأيديهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من أراد أن يساعد مسكينا، أو يمسح دمعة باك، أو أراد أن يساعد فقيرا أو محتاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تزويج فتيات، أبواب، شبابيك، أسقف، توصيل مياه، دورات مياه، السراير، غسالات، ثلاجات، ده كله لفقراء المسلمين وبكلفة بسيطة. أيها الأحباب، من أراد أن يتواصل في هذا الخير فعليه أن يتواصل على هذا الرقم 0 1 810 810. الرقم من تاني 0 1 810 810. نسأل الله تعالى
أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين. نسأله سبحانه وتعالى أن يربي أبناءنا، وأن يهدي بناتنا، وأن يجعل الأمن في بيوتنا وديارنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.